نصل إلى سابع سماء هالمرة بالفعل، لأنه حأطلع أنا وإنت إلى سابع سماء وحنشوف مين في بانتظارنا فوق. مستعدة؟ مستعدة. يلا خلينا نشوف مع بعض، حنشوف مين في سابع سماء. ده أعظم شخصية وأعظم زعيم من ساعة عمر بن الخطاب. ليه الحب ده كله؟ الحب ده كله لأنه كان بيقول بيرد على الناس اللي بتتكلم، وإنه والفقراء بقى معلش يعني يتعذبوا. قال لهم الفقراء، بتقول الفقراء ليهم نصيب في الآخرة في الجنة. طب ما ينفعش الفقراء يبقى لهم نصيب ولو صغير في الدنيا، ينفع كنتوا في الآخرة. في أجمل من كده؟ في أجمل من كده؟ إنه خلانا نحس بكرامتنا، خلانا أنا شخصيا يعني كنت بصلح الحذاء بتاعي 3 مرات مثلا في السنة يعني، والبسه هو يعني. بعد عبد الناصر أنا اشتغلت وكسبت وبقيت يعني عندي شخصيتي وعندي استقلالي، وحاسة بأن أنا عمري ما أنسى لما لغى الألقاب. أمي زغرتت أمي لسه في وداني لغاية دلوقتي، الإحساس بأنك أنت يعني متساوية. مفيش باشا ولا بي ولا مش عارف إيه يبقى أحسن منك. لا، أنا مواطنة وهو مواطن. وهو كان ده كان فعلا كنا عايشين كده يعني. كان فعلا كده. وبعدين حقوق العمال والفلاحين، يعني في ناس يقول لك لا ازاي ياخد ويدي للفلاحين؟ انت عندك 10,000 فدان ولا 1,000 فدان ولا 500 فدان، هتعمل ايه؟ يعني واحد تاني ما عندوش حاجه يزرعها ولا يعملها. انا شفت الفلاحين. انا كان جدي من اعيان التبين، كنت بروح عنده كنت بشوف البؤس بتاع الفلاحين اللي الناس دلوقتي بتقول الملك وايام الملك وبتاع، يعني حاجه مسخره يعني. لا، هو اللي جه واللي كان لما رحت فرنسا ما سبتش كلمة اتكتبت عليه ما قريتهاش. يعني راجل بلا رذيلة، يعني راجل عظيم، راجل يعني كل الصفات الجميلة فيه. لا عرفوا لقوا له حساب مثلا في بنك، ولا عرفوا لقوا له علاقة مريبة، ولا عرفوا يعني رمز النقاء. طب قولي لي، لو بيمشي دلوقتي عبد الناصر بشوارع القاهرة تحديدا، برأيك حيكون عم بيقول في سره ايه؟ يبص كده على الناس، على البيوت، برأيك هو حيكون ايه؟ شعوره ايه؟ حيقول برافو يا سيسي. ببساطة يعني. شوفي السيسي لما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، أنا كتبت مقال قلت بعد الجملة دي نعم السيسي رئيسي. أنا مش عايزة حاجة غير بلدي، أنا مش عايزة، أنا الوقت فايتة 80 زي ما اعترفت لك قبل كده يعني. لا، فأنا مش عايزة حاجة. أنا بقول بلدي النهاردة في إيدين أمينة، زي ما كانت أيام العظيم ده في إيدين أمينة. أنا رأيي إن عبد الناصر كان نموذج وطني محترم وعروبي محترم. شوف أنت لما كان بيروح أي عاصمة عربية كان بيستقبل إزاي يعني. ايه الورث اللي سابه لنا؟ ساب لنا الاحساس بالكرامه. ولذلك انا لما رئيس السيسي قال حياه كريمه، انا حسيت ان انا رجعت الايام حلوه. يعني مش رجعت لورا، بالعكس بتقدم كمان بس بافكار حلوه. ما فيش اي موروثات سلبيه؟ كل الموروثات اللي من نص السبعينات سلبيه. بس بنرجع دلوقتي زي ما أنا برضو قلت إن السيسي بيعيد مصر لمكانها ومكانتها. طيب لو حتوجهي له رسالة أخيرة النهاردة تقولي له مين؟ لعبد الناصر؟ طبعا. هقول له مكتوب على قلوبنا عبد الناصر محبوبنا، ومكتوب على سلاحنا عبد الناصر كفاحنا. عبد الناصر حبيب الشعب، عبد الناصر حبيبنا، وإنت الغائب الحاضر، عمر ما حننساك ولا عمر ما هتغيب عن ضمائرنا كلنا يعني. ده مش بس حبيب شعب، يا رمز العدالة، حبيبك بالقلب قد كده. خالص. طيب.